لذلك الأمريكان ناس عندهم مصالح بالمنطقة، عندهم الأمريكان الآن يتعاملون مع الإيراني مثل العراقي. لا، هذا الإيراني المحاصر، هذا العداء الآن الواضح، هذا المحاصر، هذا العداء الآن الواضح بين أمريكا وإيران. أتحدى أمريكا أن تستطيع أن تملي على إيران شيء إطلاقا برغم كل هذه الأمور، ولا تستطيع أن تتدخل بأشياء بها كل صغيرة وكبيرة، لأنه يجيها الرد على كل الأصعدة، رد سياسي ورد معنوي ورد أمني ورد عسكري. المهم العراق شلون يحترمون إذا هم بهالطريقة؟ هم في ذلك ما محترمتهم أمريكا، بدليل هذا أستاذ محمد، يعني ما أمريكا ما تحترم سياسيين عراقيين، ما تحترمهم بدليل أنه تصريحات السفيرة الأمريكية في بعض الأحيان تجي نطقنا صفح على فد شغلات مو من صلاحيات السفير ضمن العلاقة الاتفاقية الدبلوماسية اللي تربط العالم.